نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عدد من النواب والسياسيين والتنفيذيين والشعبيين. جاء المؤتمر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة. سعداء جدا بهذا اللقاء، الكل هنا جاي يعلن تأييده لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة رئاسية جديدة، والكل جدا بيجمع ان هو ده رد جميل للدور الكبير الذي قام به الرئيس خلال العشر سنوات الماضية. بحب اشكر كل اهالي كفر الشيخ على الاحتفالية الجميلة في حب مصر اللي اساسها وحب السيد الرئيس زعيمنا عبد الفتاح السيسي. الجميع بيؤيد سيادته طبعا للفتره الرئاسيه الجديده كنوع من انواع رد الجميل. سيادته ابتدى واحنا بنرد الجميل لسيادته. حقيقه احنا جينا هنا كاعضاء في امانه التحالف، وكل الحشد الموجود في هذه القاعات وفي هذا المؤتمر الكبير لمحاوله رد الجميل للقيادة السياسية التي عملت على مدار فترات وحقب تاريخية، قادت مصر من فترة الأزمات وعدم الاستقرار إلى تحقيق السلعة الأغلى في الحياة، وهي سلعة الأمن والاستقرار الذي نعيشه الآن. النهاردة يتظاهر في حب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومظاهر التأييد من كل طوائف الشعب. الاتحاد التحالف الوطني بيضم كل طوائف الشعب بكل قاماته وكل طوائفه، فالنهاردة بنقول للرئيس ان احنا كلنا على قلب رجل واحد خلف قيادتك الرشيدة، مقدرين لمجهود سيادتك.